صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. പുറത്താരുമില്ല, എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണല്ലേ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റാത്തീവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റിസോർട്ട് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റുമാരാകട്ടെ. അവരുടെ ഒരനുസ്മരണവും കൂടിയാണിത്. എല്ലാവരും ഓരോ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ, ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽബിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിരിച്ചപ്പെട്ട, നമ്മളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെ കൽബിലുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആ വേർപാടിൻ്റെ വേദന അതും കൂടി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദിക്റ് ചൊല്ലുക, ഖുർആൻ ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം മീം. ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തഖീൻ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك مما لا أعلمه تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك مما لا أعلمه تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك مما لا أعلمه تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت وأتوب إليه وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت وأتوب إليه وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت وأتوب إليه وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت وأتوب إليه وأسأله التوبة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره يا قيوم يا مرشد يا فعال لما يريد 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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف حاميم كاف ها يا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان طاسين حاميم عين سين قاف حاميم كاف ها يا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان طاسين حاميم عين سين قاف حاميم كاف ها يا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان طاسين حاميم عين سين قاف حاميم كاف ها يا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر
Muradiya, Muradiya, Muradi, Muradi Sheikh Saqafi, Muradi, Muradiya, Muradiya, Muradi, Muradi Sheikh Saqafi, Muradi. أنا العبد المفرط عطاء أمري ولم أرع الشبيبة والماشيبة مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي أنا العبد الفقير مددتك في إليكم فادفعوا عني الخطويا يا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي وبا أسفا على عمري تفلى ولم أكسب به إلا ذنوبا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي وظلات العظيمات ظفيرنها بعفوك ربي ذلات الهباء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي يلا سهودر سهودري مارو ذكر چلن سميت عبر عبر يندر ادشم بچو اي مجلس لیک کڑن ونو ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ നിനക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാരാകട്ടെ. എന്തൊരു രോഗമായി ആണോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത്, ആ രോഗം മുഴുവനും അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാരാകട്ടെ. വലിയ കേട്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുത്ത സദസ്സാണിത്. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള ഉദാഹരണം, ഇന്നും ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് എത്തിയതാണ്, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾ വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ മൂന്ന് ദിക്കറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ രോഗം 90% ശിഫായ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ അവരുടെ രോഗവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന ഓരോ ദിക്കറുകളും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ദിക്കറുകളാണ്. ഇതിനെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ ഹസനു സഖാഫുൽ ഹദറമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൊട്ട് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹി തങ്ങൾ വരെയുള്ള എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ കറാമത്തും, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ ഖുസൂസിയത്തും. അമ്പിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അവരുടെ റൂഹും അവിടെ വരുന്നവർ, ഇതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ. അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ പുറത്തായി പോകുമല്ലോ. ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാതെ വന്ന് പിന്നീട് ഇവിടെ വിശ്വസിച്ച് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിലായി കഴിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരിമാർ, വലിയ വിഷമങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുണ്ട്, വലിയ രോഗമുള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ ഞാൻ
ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിക്ര പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ ദിക്ര ചൊല്ലി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്, അള്ളാഹു ഷഫിയാക്കും. ഒരു മരുന്നോ ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു സ്കാനിങ്ങോ ഒരു MRI സ്കാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദര. മരങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥം വായിച്ചില്ല. അഷ്ഹദു അല്ലാ മഅബൂദ ഇല്ലല്ലാഹ്, 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 അഷ്ഹദു അല്ലാ മഖ്സൂദ 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 ഇല്ലല്ലാഹ്,
أشهد أن لا مقصود إلا الله، 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 أشهد أن لا مقصود إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أشهد أن لا موجود إلا الله، 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 أشهد أن لا موجود إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي فاقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقضي حاجاتنا قاضي الحاجات اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم صل على محمد حرف الذي عدده من نور ذات الله لا يعلم ثوابها إلا الله اللهم صل على محمد عرف الذي مدده من نور ذات الله لا يعلم ثوابها إلا الله اللهم صل على محمد عرف الذي مدده من نور ذات الله لا يعلم ثوابها إلا الله اللهم صل على محمد عرف الذي مدده من نور ذات الله لا يعلم ثوابها إلا الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم مبلغ الرضا وزنة عرشك سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشك سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشك سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشك اللهم صل على محمد أنزله المقعد الصدق عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد أنزله المقعد الصدق عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد أنزله المقعد الصدق عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد أنزله المقعد الصدق عندك يوم القيامة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين كاف ها يا عين صاد كفايتنا حامين عين سين قاف حمايتنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حامين عين سين قاف حمايتنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر اللفظ مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ستر الأرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ستر الأرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ستر الأرش مسفول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كل شفيئا إلى الرحمن من ذللي وامنن علي بما لكان في خلدي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات سر الواحد الأحد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فاعلم أنه الله حق 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 إن الذين يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فاعلم أنه يا هو يا الله يا حق 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 يا هو يا
الله يا حق يا هو يا الله يا حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فاعلم أنه ها هو حي 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 الله لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف 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 ألطف بنا يا لطيف ألطفنا في الآخرة والأولى قل من يكرهكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله
يا كريم يا منان يا حي يا قيوم 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 الحمد لله رب العالمين